بداية بقى فكرة الخلافة ايوه إن ربنا إدانا مؤهلات عشان نعرف نطبق صح. مفهوم الخلافة ده، ايوه فكان أول الحاجات المؤهلات اللي ربنا إداها لنا هي العقل، الأمانة. ايوه فإيه المقصود بقى بمعنى الأمانة بعمق؟ اقول لحضرتك، لو احنا قلنا من شويه ان الخليفه ده هو من يعمل باوامر الله سبحانه وتعالى على الارض، صح؟ تمام. وعلشان الخليفه ده يكون عارف ان الارض دي مكان استقرار مؤقت ومتاع الى حين، وان انت في مكان اصلي فيه، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخليفه فين؟ في الجنه، وهبط الى الارض بمعصيه. تاني، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخليفة في الجنة مع إنه مخلوق فين؟ للأرض أصلا، إني جعل في الأرض، فالله سبحانه وتعالى خلقه في الأساس للأرض. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أوجده في الجنة؟ ولما الأصل إنه هو هينزل في الأرض، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما عرفوش الأوامر اللي هو عايزها منه بعد كده أهبط إلى الأرض من غير معصية؟ مهم جدا السؤال ده. لما حدثت المعصية من سيدنا آدم فنزل الأرض بذل وانكسار، عاين الجنة ثم عاين الدنيا. بعض الناس يا أستاذة سارة بيعيش في الدنيا على إنها هي الجنة الكاملة المتكاملة، ما فيهاش ابتلاءات ما فيهاش نقص. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا إن آدم كان في الجنة وعاين الجنة وأهبط منها بالمعصية، فذل المعصية إن هو صرفك من الأحسن إلى الأقل وإلى الأدنى، فيبقى عارف آدم أن المعصية فيها ذل، وكذلك تعرف ذريته من بعدي أن المعصية فيها ذل. طب لما يتحقق عندي هذا الفهم وهذا المعنى، نيجي بقى للسؤال اللي حضرتك قلتيه بقى، خلاص احنا تحقق هذا الفهم اللي هو ان عرضنا الأمان. الامانه هي التكاليف الشرعيه. يعني التكاليف الشرعيه في العلماء اليوم اكتر من 20 معنى في هذا الامر. اي امر الله سبحانه وتعالى امرني به هو تكليف من الله سبحانه وتعالى. وانا من شويه قلت لحضرتك ان ربنا لما قال اني جعل في الارض خليفه، فالارض لما نسمع الايه دي إني جعل في الأرض خليفة، ونسمع الآية بتاع إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، نتخيل كده أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة جهزوا الأرض وزينوها واجعلوا فيها من النجوم واجعلوا فيها الشمس والقمر، وهي جزء من هذا الكون العظيم الذي فيه من الجمال ما يحير العقول. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعرض هذه الأمانة، أمانة التكاليف، من يتحمل أمانة التكاليف الشرعية اللي يقوم بها في الأرض، متخيلة؟ فيبدأ بالسماوات والأرض. لو نتخيل هذا الأمر نعرف قد إيه إن التكاليف الربانية تشريف لهذا الإنسان من بين كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. حتى قيل إن سبب عداوة إبليس لآدم هو إنه لم يتحمل هذا التكليف، إنه لم يشرف بهذا الأمر، فعشان كده كانت هذه العداوة. وده يعني بيحصل كتير جدا مننا في حياتنا، يعني تلاقي أنا وزميلي في العمل المدير كلفه بأمر تشريفي مش هياخد عليه مقابل، ده بتحصل في الدنيا. أيوة. فلاقيني نفسي زعلان، اشمعنى انا ما كلفتش بهذا الامر؟ فتحصل ايه؟ الاشياء تظهر، الاشياء اللي في النفوس. وفي اراء بتقول ان الامانه هي المقصود بيها اصلا المصدر اللي هو العقل اللي قادر على الاختيار فيقدر ينفذ التكاليف. انا بقول لحضرتك ان احنا قلنا فيه تقريبا 20 راي لمعنى الامانه، فانا بس عايز احط يعني اخد راي واحد عشان نبني عليه الحلقه بتاعتي. تمام بالظبط. الامانه، التكاليف الشرعيه. ايه التكاليف؟ الاوامر والنواهي. صلي، لا تسرق، لا تقتل، احترم حقوق الآخرين. هذه مجمل إيه؟ الأوامر. وطبعا الأركان الإسلام الخمسة. لما ربنا سبحانه وتعالى يعرض علينا وعلى السماء والأرض هذه التكاليف وأبين أن يحملها، يبقى الأمر عظيم، فيشرف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بهذه التكاليف. إنه كان ظلوما جهولا، اللي هي خذوا ما أتيناكم بقوة. أيوة. اللي هي إيه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة. بالزبط. يبقى خذوا ما أتيناكم بقوة اللي هي التكاليف والأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، اللي هو بالتالي أصلا محتاجها عشان يفصل فيها في التضاربات اللي بتحصل في حياته. بالزبط، عشان يعرف يؤدي دوره كخليفة. أيوة. الله في الأرض. مهم جدا نفهم هذا التتابع في القرآن. ونفهم عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وشرفه بأن يكون خليفة ينفذ أمره في الأرض. طيب هذا الإنسان له إرادة، الإرادة بتاعت الإنسان متضاربة، هذا التضارب محتاج أمر يفصل بين هذا التضارب، يقول ده الصح وده الغلط، فتيجي الأوامر الإلهية والأحكام الشرعية والتكاليف، فالله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان على سبيل الأمانة في تنفيذها، مش مجرد أنت مشرف وخلاص، لا، أنت مؤتمن على هذه التكاليف. ويجي بعد كده يحصل إن الناس تنقسم إلى قسمين، فربنا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أمر صعب مش هين، وفعلا أمر الدين صعب مش أمر هين،
يكفي امر واحد ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه هو الصلاه. ربنا قال ايه؟ وانها لكبيره. شوف الصلاه متكلمين امبارح وانها لكبيره، امر ثقيل مش هين. فالتكاليف امر عظيم لا يقوم به كل احد، لذلك ينقسم الناس بعد كده انه كان ظلوما جهولا. دي معناها ايه بقى؟ ظلوما جهولا يعني منها اللي هو نساي، منها ان هو يجحد، منها ان هو بيظلم نفسه بالبعد عن هذه التكاليف. يعني بعدك عن التكاليف الربانيه هو ظلم لنفسك وجهل بهذه الامانه وقدر هذه الامانه.